لأنه حاب كل يوم زايد الدج. يمكن مشان هيك زادوا ساعات التقنين. أحسن شي الواحد حط راسه وينام. كأنه هذا أبو ليلى طلع من السجن. مو مضحك لي غير أبو أحمد، مصدق حاله إنه دكانجي. إيه بس ما شاء الله الدكان شغال، عين الله عليه. عم تجاوبيني ولا إيه؟ قربي كده حنجور. قربي لحالك. تعي لهون. صبت البعطون قهوة من السهرة معيك. اللي بينام نفسي. سحبت العين. تزعلي. بشرفي لازم ابعت له شكر لوزير الكهرباء. خير شو في؟ لازم بكره نروح على المركز. ماشي وغيره؟ بصراحة يعني خبروني إذا ما رحت على المدرسة بدون يفصلوني. رجعين إلي 12,000 أشرف من شوفتك بتتعرزت. روح الله يوفقك ويرزقك ويخلي لي إياك. فهمنا. قوم جيبي لي صحن سيجار روحي من وشي. على عيني. بتعملوا فيهم بعدين؟ هلا بناخذ النطفه السليمه وبنلقحها مع البويضه وبنحطهم بحاضنه. على فكره فينا نحدد نوع الجنين اذا بنت ولا صبي. معناها بمعيتك عملي لي اياهم كلهم صبيان. المهم الخلقه الكامله. ليه بقدر انت مين اخذ رايك؟ بطلعوا عملي لي اختي عملي لي اياهم كلهم صبيان وانا بكرمي. على عيني اخي على عيني. وصيها مثل ما قلت لك كلهم صبيان. تكرم عينك. امشي قدامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شو أبو أحمد ما عرفتوا مين سواق العملة؟ والله يا أخوي وائل بقولوا بهالليل امبارح صار بيطلع 5-6 سرقات بالحارة. لطيف. على خير، المهم أنت وأولادك بخير خيو. هلا أكيد بكون الحرامي صرف المصاري على ملذاته الشخصية. شو يعني شبتان فينا حضرتك؟ الله يرضى عليك عندك كلمة حلوة احكيها ما عندك خليك محضر خير إذا بتريد. يا سيدي مو الحق عليك، الحق علي حبي يوقف جنبكم. امشي. يستاهل اللي صار فيه. حرك في شبكة بحنجر انت الغزالة عساس. يا ستي إذا عرفتوا لهذا الحرامي لحتى بوسهم بين عيونه. بعد تيسر دي ما عاد تحبك. بحب افتح لك دفاترك ما حدا خالي. شو قصدك يعني؟ حاش 12 عينيا يا. لك انا رجال غصب عن راسك وراس عيلتك كلها. لا 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 ل
دخلت عليها لإلهام، قلت بركي بساعدها. احكي لي شو عاملة؟ احكي احسن ما اجي دعوزك. كنت بدي اسحب لها قرض لإلهام. ايوه تسوي لها قرض من ضحي؟ شو هي؟ ايميليا ايميليا لك الله يلعنك بين النسوان شو نشتري وقت حرام بدك تبيض وش على حسابي مو هيك؟ على حسابي بدك تبيض وش ليلى ليلى تعالي ليلى تعزيني من السرعة ما انتبهت انك فاتت المحل تعالي لسه بكير هالختيار النحس ما صدق انه نحن انسرقنا الا فتح دكانته ايه بسيطة طولي بالك إلهام بصراحة أنا ما عاد في أسحب لك القرض مشان هيك أنت هربانة وما بدك تفوتين؟ لا والله العظيم مو هيك القصة أنا خجلانة منك ومالي قدراني حط عيني بعينك مبارح مثل العادة ضربني وائل بدون سبب فكرته بيعرف عم حكيت له القصة كلها مو مشكلة الله لا يعوز حدا لحدا تقبريني تقبريني ما تزعلي مني والله أنت مثل أختي الكبيرة خلاص بقى صرعتينا أبو أحمد راح يتدين بالفايدة يعني أكيد مالك زعلانة؟ مالي زعلانة خلص يلا أمشي دقيقة هاي تاني مرة بتخليها العطر يفوت بيناتنا على أساس موجه أبو الهواء أكيد شفتوا رأس أبو الهواء من دبيك مو هيك روقنا واقي خلينا نعرفنا كلها الامتين أنا من امبارح محاطة ليبيا بتمي شو من شان المواد؟ خلينا نبيع أحسن يا سيدي الفخد طيب لك أصلا ما في أطيب من الفخاد دخيل الفخاد ما تواخذنا زينك انك قاعد هون هلا تورط اصبيعك بدينا كمان ايه والله خلينا نبيع ونشوف شو بدنا نعمل بهالمصاري اللي بسمعك بقول معنا ملايين اخي انا ما بشارك حدا ابو الهوى شو رايك بسيارة اجرة فكرة حلوة ما شعروا لكم انتوا اثنين لك لو لاي بحياتكم ما وصلتوا لهون ايه بس انا صاحب الفكرة خلاص انت ابو الهوى احكي لك كلمة شبك ضارب راسك بالفروس لك هذا اندبح ما عاد يطير شو بدنا نراقبك انت مرحبا يا مرة تأخرت يا زلمة ايه تأخر الطلب من أكثر من واحد ما حدا رد يديني فرنك واحد قلت له بالفايدة اي قلت له بالفايدة اخ والله لسه لا رجعت اشحد لابنه طول بالك شبرا طول بالك توكلي بالله يا عمي السلام عليكم مرحبا ما عليك قدرانة تشوفيني ما هيك من طول عمري أحب أبين إني قوية أنا كت وامزح بس صدقيني كل ما لها الحفرة عم تكبر أكثر وأكثر طولي بالك ولك إلهام الله يجعلها أكبر المصايب صعبية بتصعبها ونية بتهون مقللتيها لا قدامنا ولا ورانا إلا الموت حتى تكون بتستاهل رح أعطيكي ذهباتي هن كلهم قطعتين بدون ما يعرف وائل صحيح هن مو محرزين بس يعني بحصة بتسدن جرة يرحم أبوك تروحين ليش أنت تمونين على حالك مرة